مساء النور شباب وبنات الكل قاعد يتابعوني آه بهذا الفيديو آه الغاية من هذا الفيديو راح يكون انه كيف استخدم التليجرام وكيف استخدم اليوتيوب كثير من الطلاب مثلا انه اكو اسئلة احيانا تكون مكررة يعني اشخاص قبلكم أن تجر... ترجعون تسألون مرة ثانية نفس السؤال فلو اكو طريقة انه تقدرون ترجعون للاسئلة القديمة فيكون افضل الكم وإلية إليا حتى يعني ما أحتاج أنه يختصر علي الوقت يعني وألكم أيضا يختصر الوقت لأنه أنتم بدل ما ترسلون سؤال وتنتظرون أنه أجاوب عليكم فأنه راح يكون عندكم وصول سريع للأسئلة القديمة المكررة حيكون هذا الشيء أسهل علي وعليكم أيضا أنه أكو طلاب مثلا على اليوتيوب أنه مثلا يحضر محاضرة معينة فأنه يسألني أنه المحاضرة الثانية وين ألقاها مثلا يعني المحاضرة الأولى ويريد المحاضرة الثانية فهي كلها موجودة بالبلاي ليست فاليوم الغاية الأساسية من هذا الفيديو أنه حل هاي المشكلة آه طبعا مبدئيا نبلش بالتليجرام مثل ما قاعد نشوف أنه تليجرام أكو موجود قناة استديز Alive اللي هي القناة الرئيسية وقناة مدون Studies Alive آه طبعا ندخل أول شيء لStudies Alive اللي هي آه هي القناة الرئيسية مثلا انه احنا آه طبعا لما دخلنا نشوف انه فوق ستدي از اوكي فوق ستدي از اللايف شانل ندخل عليها هاي ال1 كيلو سبسكرايبر يعني فوق منها مباشره ندخل شو راح نشوف هنا راح نشوف عده شغلات الشغله الاولى انه description آه هذا الديسكريبشن فوق هذا بالازرق اول واحد هذا الديسكريبشن مواضيع مكتوب تحت منه مواضيع القناه اوكي ومكتوب برس ذا hashtag to reach faster ماشي الفكرة هنا شنو انه ذني الهاشتاجز هنا عبارة عن مواضيع القناة مثلا ناخذ مثال انه السؤال والجواب انقر على السؤال والجواب راح يوصلني هواي اكو طبعا سؤال وجواب الهاشتاج انا مثلا وين اريد الاسئلة والاجوبة اريدهم قناة studies alive channel اللي هي القناة الرئيسية راح ادخل عليهم شوف انه هنا موجود انه اكو سؤال وجواب سائلين انه شنو تتوقع هاي السنة ممكن تتأجل نضغط على هذا الهاشتاج هذا الازرق ضغطنا عليه شنو اللي صار عندي باسفل يمين الشاشة راح نشوف يطلع عندي اتجاه لجو اتجاه لفوق واكو واحد من خمسة وستين سؤال اقعد اقلب دني, دني الاسئلة فراح اشوف انه دني كل الاسئلة والاجوبة اللي كانت بيني وبينكم بهذا المعنى فنشوف احنا الاسئلة والاجوبة نقدر نقلب بهن بسهولة من خلال الهاشتاج هاي وظيفة الهاشتاج فاني طبعا كل الاسئلة والاجوبة خليهن هاشتاج حتى انتو تقدرون توصلونهن بسهولة ايضا اكو شيء شي ثاني فائدة للهاشتاج ثانية مثلا عندي آني الابرلم او الابرلم بي دي اف مسألة البي دي اف يعني شوية متعبة اللي هي انه انا اريد احمل احمل بسهولة طبعا نساني داخل كوني آه كوني سبسكرايبر مو كوني اونر يعني مو اني مالك القناه كوني شخص آه مشترك بالقناه فنشوف انه الابرلم بي دي اف انه انا اريد اوصل لملفات البي دي اف المتعلقه بالابرلم فقط اضغط على الهاشتاج راح يطلع واحد من اصل 31 اقلب بيهن بالسهوله اقدر اوصل لكل شيء اني احتاجه من خلال هذا الهاشتاج بمنتهى السهولة. آآ أيضا آآ نقطة أخرى، إحنا عرفنا شلون نوصل من خلال الهاشتاج، هاي تقدر تطبقها على كل شيء. أيضا إنه من البوت سوري من الديسكريبشن على القناة، اكو البوت موجود أيضا. البوت إنه أنت تقدر توصل يعني تقدر تتراسل وياي أو اتراسل وياك بشكل طبيعي عادي من البوت، فهذا أيضا راح ينفعك. أه نقطة أخرى أيضا أنه لو ننزل لجوا راح نلاقي أنه أكو هاي الشيرد ميديا أو شيرد سوري كونتنت عدنا طبعا الفوتو أند فيديوز فوتوز أند فيديوز ندخل على الفوتوز أند فيديوز طبعا أني يعني كل شيء أنزله أنه لازم يكون مرتب ومنظم مثلا أعطيكم مثال طبعا هسه هنا ما محملات عندي أني لأنه ما محملهن صراحة ولكن لما ندخل لهذا هذا الشيء مثلا انه هذا الشيء هو عباره عن فتشي معين انا مثلا المصادر سالمميز بدني الصور شنو انه المصادر من انشرهن انشر الصور صور الغلاف مالتهن فانت من راح تقلب هنا أنا راح تقلب بمصادر مثلا هذا مور هذا المصدر مور هذا مثلا فتشي معين اوكي مو هسة شنو هو لانه ما قاعد يحمل بس الفكرة انه هو في شيء معين انت لفت انتباهك الغاية ليش انا قاعد اجيبك لهنا انت راح مثلا مقلبت بسهولة طبعا هنا تقدر توصل له بسهولة الصور او شيء مثلا هذا هو محمل هسه ما ادري هذا شو محمل ما محمل ما ادري المهم تضغط على هذه الثلاث نقاط راح تقول له شو ان شات ببساطة راح يطلع لك مكانه وين هو وين اني نشكته بتاريخه كل المفاهيم راح يطلع لك اياهن يطلع انه هو هذا المصدر راح تقدر تحمله بسهولة او سوري هذا راح تقدر تحمله بسهولة يعني انا مسوي بلاي اللي هو هذا بهذا المعنى فهذه من الاشياء الجيدة اللي نتعلمها حتى نوصل سريع انا يعني ما انتظر مثلا انه اسأل عبد الرحمن وعبد الرحمن انتظر لاني يعني يجاوب وبعدين يجاوبني وانتظر اسبوع جزيه الله يجاوب لا انه اني اقدر اوصل بسهولة عندي ايضا الفايلز شوف احنا نقدر نقلب بهاي الطريقة انه الفايلز واللينكس والفويسز كل الامور هاي والحمد لله انه تليجرام يعني مدارينا بهاي الشي مدللنا اصلا هذني طبعا الملفات كل هني اللي انا مشاركهن هسه لحد الان مية واثنا ملف دني الملفات شنو مصادر محاضرات بي دي اف هو شغلات بي دي اف طبعا اغلب هن مصادر ومحاضرات ماكو شيء ثاني يعني فأنا راح تقدرون توصلهن بسهوله من خلال هذا الشيء يعني انه مباشره راسا يدخلك للملفات كلهن ايضا الفويس مسج uh, انه احيانا انا ادز فويسات فان الفويسات تقدر توصلهن من هنا بالترتيب وتشوف يعني احيانا انا الاسئله جاوب عليهن بالفويسات فانت تقدر تقلب بيه اذا تحب تسمع صوتي يعني آه طبعا ذني اللينكس اللينكس ذني كل اللينكس اللي انا مشاركين يعني طبعا الفيديوهات انا اشاركها هنا فراح تطلع لك الفيديوهات هنا ولكن اذا مثلا مثلا هذا بشنو راح يفيدك يعني طبعا هو هذا هو يعني كله بس بشنو راح يفيدك مثلا اذا انت تدري انه اني قبل فتره نشرت رابط مال الايلب الايلب اللي هو هذا بالانجليزي وكذا فاذا انت تدري أنني نشر هذا الشيء ورجعت لهنا تريد تشوفه وين وين بالضبط اللي هو هذا بدل ما تقلب بالقناه كلها تقلب بس باللينكس فهذا الشيء راح يسهل كلش عليك تقلب بس باللينكس وطبعا راح تضغط على هاي العين اللي فوق اوكي وراح يطلع لك اياها وين بالضبط وتقدر توصل له بسهوله فهذه الاستخدام الصحيح للتليجرام وهذا احتراف استخدام التليجرام راح يوصلني لكل شيء احتاجه بمنتهى السهولة بهاي الحالة حليت مشكلتي وحليت مشكلتك اوكي ولا تنسون انه ضغط مثلا هاي البي دي اف اه مال جنرال اناتومي اضغط عليه واقلب نانا طبعا انت ضغطت عليه تضغط عليه مرة ثانية وتقلب بسهولة بهذا المعنى أدنى بعد هالسلوة نروح نروح لليوتيوب اليوتيوب أه يعني تقريبا نفس الشيء مو نفس الشيء وإنما أيضا أكو تفاصيل معينة بسيطة أه مثلا إنه أدنى ستديز ألايف طبعا تقدرون تكتبون بحرك البحث ستديز ألايف راح تطلع عندكم ستديز ألايف أول وحدة أه بهذا المعنى تطلع عندكم ستديز ألايف ستديز ألايف هسه الغاية الأساسية من إلها شنو إحنا طبعا لو تدخلون للصفحة الرئيسية ما راح تلقون شي راح تلقون دماء الشهداء وكذا يعني تلقون الابلوز ذني اخر شي ذني هنا يطلعن اللي هو هذا آه راح يطلع اخر شي اني هذا يعني قصدي بي راح يطلع اخر شي اني مشاركة اوكي او ناشرة نروح احنا طبعا للفيديوز اذا تروح للفيديوز آه راح تلقي انه آه يعني اني ناشرهم كلهن ولكن يعني احدث شي راح تلقى أن احدث شي اني يعني رافع راح يكون موجود اول واحد، بس احنا اللي يهمنا البلاي ليست. البلاي ليست شنو الفائده من عندها؟ البلاي ليست تمثل مواضيع القناه، يعني من تدخل انت للبلاي ليست يعني معناتها داخل لمواضيع القناه، اني شنو اللي مسويه؟ اني شنو اللي مسويه هو هذا اللي انت راح تدخل له، هو هذا اللي انت راح تشوفه، يعني مواضيع القناه شنو اني شنو ناشر بالقناه هو هذا اللي راح تشوفه. فمثلا نشوف اول بلاي ليست اللي هي السادس الاعدادي فكر صح وكذا 15 فيديو عن السادس الاعدادي بين تحفيزه اكو اشياء معينه آه المصادر الموصى بها مثلا مصادر الموصى بها اني ناشر اكو شخص انه نشرت اني على الانتومي الانتومي بس هذا اخر شيء نشرته آه فقال لي انه آه طيب وباقي باقي, الـ باقي الـ يعني باقي المصادر او باقي المواضيع طبعا اكو هسه على الانز البايوكيمستري والكيمياء الحياتية والأنسجة الهيستولوجي ذني هسه لحد الآن وذني طبعاً البقية أيضاً تقدر فأنت من خلال البلاي ليست راح تقدر توصل للمحاضرات كاملةً مثلاً ناخذ بعد شي يعني أدق عندنا مثلاً جنرال أناتومي أو التشريح لسنة أولى طب مثلاً أول فيديو الثاني الثالث نشوف أنه عندنا هذني سلسلة من سبع فيديوهات المفروض أن يكون أنا 12 طبعا ولكن آه بعد ما نكمل هنا يعني عدنا الفيديو الأول مثل ما قاعد نشوف وراء الفيديو الثاني الثالث الرابع الخامس إلى آخره فكل مرتبات كل مرتبات الآن النقطة الأخرى المهمة أنه إحنا ندخل على الفيديو مثلا مثل ما قاعد نشوف أنه الفيديو راح ينفتح عندنا ونشوفه تمام كله طبيعي آه الفكرة انه الديسكريبشن مال الفيديو وصف الفيديو وصف الفيديو. راح تلقى بيه روابط مهمة راح تلقى بيه هواي شغلات انه انت تستفاد من عدها طبعا شلون نوصل مثل ما قاعد تشوفون هذا السهم اللي قاعد ينقلب قاعد اضغط عليه تضغط عليه راح يفتح عندك هذا الشي ايش راح تلاقي بيه راح تلاقي بيه رابط تحميل ملفات هذه الدورة بالكامل آه رابط تحميل اهم المصادر المعتمدة للتشريح كل المصادر كل المصادر اللي انا رافعها راح تلقاها بهذا الرابط أه مثلا عندك قناة التليجرام أه يعني قناة التليجرام مدون وكذا البود كل الاشياء راح تلقاها موجودة هنا بسهولة وتقدر توصل لها بسهولة فالقناة قبل شوي اللي كانت بالتليجرام حساب الفيسبوك ايضا تقدر توصل لها منها حساب الانستجرام فقناة التليجرام قبل شوية يعني شرحت عليها منشورة هنا وتقدر توصلها بمنتهى السهولة أه ايضا عدنا يعني هاي اهم الاشياء اللي حبيت صراحه ان اشاركها وياكم واعرفكم عليها فهذه كل المواضيع انتو تقلبون بها وتشوفون شنو الاشياء اللي انتو تحتاجوها تحضروها من هنا كيف بمنتهى البساطة أو أي قناة أصلاً أي قناة تيليجرام أي قناة يوتيوب أي قناة أه أول ما راح تفتحها راح تطلع عندك هاي الصفحة أنت مباشرة هيك مباشرة تروح للبلاي ليست وشوف شنو المواضيع اللي قاعدة تشاركها قاعد تنشرها القناة هاي المواضيع هنا ماكو فيديو لي نشر اذا ما موجود وحدة من ذني البلاي ليست بهذا المعنى ايضا اكو اشياء هذا الكوميونتي الكوميونتي مثل ما قاعد نشوف انه احيانا اكو اشياء انشرها مثلا المصادر الطبية اهم المصادر المعتمدة كلهن مشاركين هنا تشوف فتشوف انه هذا موجود بكل المصادر الطبية اللي انا يعني ناشرها ناشرها كمنشور يعني آه مثل ما قاعد نشوف نحصل اثنين لايك بس تضغطوا لايك حلو ترى اللايك آه مصادر الطب مثل ما قاعد يشوفوني يعني طالع ما بس اثنين لايك او ثلاثة لايك يعني ما شايف فيها وما اعرف ليش الصراحة انه ما يطلع لكم نوتيفيكيشن لكن انتو تقدرون توصوله بسهولة من ال من هاي الكوميونيتي اوكي بمنتهى البساطة ايضا اكو أبوات مثلا تشوفون انه القناة شنو يعني انا يعني ان اريد ادخل على قناه ذني كلهن اقلبهن حتى اشوف القناه هي شنو بالضبط انه الاباوت مالتها يعني قاعد يشرح لي شنو هاي القناه تقدم ايضا البلاي ليست قاعد يشرح لي انه شنو اللي نشرت القناه فنشوف انه مثلا هنا هذا بالازرق الانستغرام الفيسبوك التليجرام كوميونيكيشن يعني كوميونيكيتنج اون تليجرام فور كوميونيكيتنج يعني والمين تليجرام شانلز كلهن ذني مين تليجرام شانل كلهن موجودات كل شيء موجود كل شيء تقدر انت توصل له بمنتهى السهولة أتمنى تشاركون هذا الفيديو وأتمنى توصلوا للكل لأنه آه كثير من الطلاب مثل ما قاعد تشوفون هم محتاجين هيجي شيء محتاجين أنه يعرفون وين يروحون أوكي لأنه مثلا بالنسبة للتليجرام صراحة أنه أنا أول يعني أول مرة استخدم تليجرام هو أول مرة دخلت جامعة الكوفة ما كنت ما كنت أعرف شنو تليجرام أصلا قبل لا أدخل جامعة الكوفة لأنه كنت أستخدم الواتساب وغير غير مواقع التواصل الاجتماعي فمن شفت التليجرام انه كلش صراحه مفيد وكلش لطيفة التليجرام اقدر ارفع بي جيجا ونص فيعني كلش عجبني فاتمنى انه تتعلمونه وتقنوه لانه راح تحتاجوه راح تحتاجوه الوصول السريع للملفات شي جدا مهم جدا راح تحتاجون هذا الشيء واليوتيوب ايضا الوصول السريع واكو نقطه همت أني ما قلتها بما يخص اليوتيوب مثلا عندنا آه هذا الشيء اوكي ادي مثلا هاي المحاضره الان هاي المحاضره آه ايضا, أيضاً راح يعني راح اروح للدسكربشن وصف بالتها نشوف انه انا كاتب لكم شيء معين اللي هو جنرال ستراكشر اوف امينو اسيد اوقات المواضيع وين انذكرت مثلا هذا الموضوع وقته هنا اوقات المواضيع ببساطه فاوقات المواضيع انه انتم تقدرون توصلها من نانا بسهوله بسهوله تقدرون توصلوها من نانا. ومثلا انه رقم يعني مو رقم وانما الدقيقة عشرة وسبعة وسبعة واربعين ثانية شرحت عن شنو عن الامينو اسيد نون بولر سايد تشين راح تقدر توصلها بسهولة انه تطلعها هنا رقم عشرة مثلا ببساطة طبعا هو المفروض يحولكم مباشرة يعني بال, بال على اللابتوب انه يحوله مباشرة ما اعرف ليش هنا ما يحول مباشرة انه بس اضغط عليه راسا تطلع هنا أنا الوقت بالضبط ما اعرف صراحة ليش فلهنا يعني المفروض يكون انتهى الفيديو اتمنى صراحه ان تشاركون هذا الفيديو واتمنى انه آه يعني تثقفون <applause> الناس وتثقفون الطلاب على استخدام التليجرام واستخدام اليوتيوب لانه شيء جدا مهم بالنسبه لكم بالنسبه لكم شيء جدا مهم آه راح تعانون بعدين اذا ما تعرفون كل هاي الامور انه أنا مثلا محاضراتي يعني لو تشوفون مثلا انه احنا ادناه آه ايضا قناه للمرحله اوكي قناه للمرحله راح اعملكم اياها هسه ما راح عليكم شي يعني آه قناة المرحلة ايضا احنا شنو اللي قايليها هنا أنا مثلا عددني المواضيع دروسنا يعني مثلا الهاشتاج ام جي دي مثل ما نشوف انه نقدر نوصل للمواضيع احنا مالتنا بسهولة يعني بسهولة الام جي دي مثلا ونقعد نقلب نقلب المواضيع اللي احنا نريدها اوكي بسهولة اعرف اني الام جي دي وين انذكرت بالضبط فاحنا مهتمين جدا بالهاشتاجز حتى نوصل بسهولة فهاي مواضيع الدراسة مالتكم مو بس اني يعني هاي الشغلة مو بس اني اسويها اغلب القناة تسويها حتى تنظم العمل مالتها وشكرا